مصر تطلب من تحالف مكافحة الإرهاب عدم الاقتصار على تنظيم بعينه. وداعش تطيح برأس رهينة بريطاني بعد يومين من مشاركة بلده في التحالف ضدها. واليوم طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة في مكاتب البريد. موجز للأخبار نقدمه لحضراتكم من النهار اليوم، أهلا وسهلا بكم. طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بألا يقتصر أي تحالف دولي لمكافحة الإرهاب على تنظيم بعينه، وقال خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمس بضرورة أن يشمل كافة البؤر الإرهابية سواء في منطقة الشرق الأوسط أو أفريقيا. وقال السيسي أن التطورات أثبتت صحة التقديرات المصرية إزاء التطورات التي تشهدها المنطقة حاليا. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن مصر تؤدي دورا حاسما في مواجهة الفكر الإرهابي بالمنطقة، وإن واشنطن تخوض مع القاهرة معركة مشتركة ضد الإرهاب. وأشار كيري إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم مصر وتحرص على استراتيجية العلاقة بين القاهرة وواشنطن. نبذ هذه الأيديولوجية المتطرفة كان هذا جزءا هاما من حديثنا في جدة، واليوم هنا مرة أخرى في مصر في القاهرة، وهو شيء بإمكان المؤسسة الدينية وهي الأزهر ودار الإفتاء يدعمون هذا التوجه ويؤيدونه. وكما أوضح الرئيس أوباما في وقت سابق من هذا الأسبوع، نؤمن أن الطريقة الوحيدة للتخلص من خطر داعش هو من خلال بناء تحالف دولي. في الإطار نفسه توعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بمحاكمة عناصر تنظيم داعش الإرهابي التي قتلت موظف الإغاثة البريطاني ديفيد هاينز بنفس طريقتها الوحشية. كان شريط فيديو بثه تنظيم داعش قد أظهر أحد عناصره وهو يقطع رأس هاينز مبررا إعدام الرهينة بأنه رد على قرار لندن الدخول في تحالف مع واشنطن ضد هذا التنظيم الذي يسيطر على أراض في العراق وسوريا. في القاهرة يفتتح المهندس إبراهيم محلب اليوم مؤتمر العمل العربي بحضور وزراء العمل العرب تحت رعاية الرئيس السيسي. وسيناقش المؤتمر خلال الجلسة التمهيدية تقرير مكتب العمل العربي حول المتغيرات المتسارعة في عدد من الدول العربية منذ عام 2011 وأثرها على التشغيل والبطالة وما يتصل بهما من عدالة اجتماعية. تبدأ اليوم آلاف من مكاتب البريد في عموم البلاد في طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بعدما وصلت حصيلة أسبوع من طرح شهادات لأكثر من 39 مليار جنيه. كلف المستشار هشام بركات النائب العام إدارة التعاون الدولية بالنيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول لملاحقة وسرعة إلقاء القبض على قيادات إخوانية خارج البلاد لتورطهم في جرائم جنائية. وجاء قرار النائب العام ليشمل قيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المحظورة الهاربين بالخارج خصوصا في قطر وتركيا. تستأنف اليوم محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية التخبر. كانت المحاكمة قد أجلت القضية في الجلسة الماضية لتلبية طلبات الدفاع وأهمها إيداع تقرير الجهاز القومي للاتصالات والاستجابة لطلب محمد البلتاجي بإجراء عملية جراحية في مستشفى المنيل الجامعي. أعلن عدد من الصحفيين الإضراب عن الطعام بمقر نقابة الصحفيين تحت شعار صحفيون ضد قانون التظاهر احتجاجا على القانون والمطالبة بإلغائه والإفراج عن المعتقلين على ذمة قانون التظاهر. وقال الصحفيون المضربون عن الطعام إنهم سيدرسون جميع خطوات التحرك والتصعيد ضد القانون سواء بالاستمرار في الإضراب أو بانضمام زملاء لهم غيرها من الخطوات التصعيدية. يستضيف استاد القاهرة في 8 من مساء اليوم مباراة كأس السوبر المصرية بين الأهلي والزمالك، وستقام المباراة بدون جمهور، وسيسعى الأهلي بقيادة مدربه الأسباني خوان كارلوس غاريدو للفوز باللقب للمرة السابعة، بينما سيحاول حسام حسن مدرب الزمالك استعادة اللقب للزمالك الذي لم ينله منذ 12 عاما.
وختاما نذكر بالعناوين. مصر تطلب من تحالف مكافحة الإرهاب عدم الاقتصار على تنظيم بعينه. وداعش تطيح برأس رهينة بريطانية بعد يومين من مشاركة بلده في التحالف ضدها. واليوم طرح شهادة استثمار قناة السويس الجديدة في مكاتب البريد. لمزيد من المتابعة لأخبار النهار يمكنكم زيارة موقعنا النهارلايف.نت، كما يمكنكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر انستغرام ويوتيوب. تحية لكم.